احنا درنا معاينة لكل الولايات التي سجلنا فيها عجز او تذبذب في المياه الصالحة للشرب، علما ان السنة الصائفة الفارطة سنة نقدر نقول لك استثنائية من حيث تراجع الامطار من حيث الحرارة. معناه كان فيه تراجع في الامطار وكان فيه ارتفاع عالي جدا في الحرارة، اذن نقص في المياه وازدياد في الطلب. تنسيق مع السادة الولات أننا وضعنا برامج استعجالية في كل ولايات لتلبية حاجية المواطنين. الجزائرية للمياه لما استحدثت بدأت بالتدريج البلدية تندمج إلى الجزائرية للمياه. حاليا بقيت 567 بلدية لن تدمج لحد الآن، لكن على مستوى الحكومة بالتنسيق مع زميلي وزير الداخلية كنا حددنا هدف هو آخر 2019 إن شاء الله نكون قد أدمجنا كل بلديات.